المفروض ان العمل كده يتعمل فيه ايه؟ يتضرب كام جلده؟ 100. ولو اتضرب 100 يحصل ايه؟ يحصل ان في كالكرين سيستمز، مواد عاليه جدا جدا بتفرز عاليه المناعه، تقتل اي ميكروبات وفيروسات، زهر، سيلان، ايدز، الجن الازرق. فانت طهرته بهذه العقوبه، من عقوبه الدنيا وعقوبه الاخره. هذا علاج مرضى الايدز في اوله، لكن لما يظهر المرض يخش على الكبد والكلى والرئه والمناعه ملوش. انت بتلحق المرض قبل ما يتولد، قبل ان يظهر. علاج الايدز قبل ان يظهر ضرب. فلو ان الزاني، الشاب اللي زنى ده، اتضرب علقه محترمه خف، لو ما اتضربش يبقى ربنا بقى هيضربه على الايام اللي جايه.